السلام عليكم، معكم دكتور نبس حسن البرزنجي، أخصائي الجراحة العامة والجراحة الناظرية وجراحة السمنة. قوم بإجراء جميع التداخلات الجراحية لعلاج السمنة، ومن ضمنها بالون المعدة، عملية قص المعدة، عمليات تحويل المسار بأنواعها. قمنا بإجراء عدد كبير من عمليات علاج السمنة في مركز أربيل للسمنة والجراحة الناظرية. الحمد لله النتائج جيدة جدا. كان معكم دكتور نبس حسن البرزنجي من مركز أربيل للسمنة والجراحة الناظرية. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وشكراً.